بتساءل دايما من وقت للتاني، هو في امكانيه ان احنا نسهل اكتر على المواطن انه يقبل على المبادره؟ يعني اشجعه اكتر، فاديله تيسير اكتر، ازود مده القسط يا حمدي بيه اذا ينفع يعني؟ لا طبعا، طبعا احنا عاملين تيسيرات كبيره ده ايه للساده العظمه دي؟ المواطنين. طبعا احنا عارفين ان منذ اطلاق المبادره الرئاسيه في يناير 21 ده من اجل ان الناس تتحفز على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة. حلو احنا جدا. عايزين نقول برضك دلوقتي ان قطاع البترول قطع شوط كبير جدا في هذا المجال من خلال انشاء المحطات ووجودها في مختلف محافظات مصر، مراكز التحويل نفسها اللي بتحول في منتشرة في كل محافظات مصر. عندنا أكثر حوالي أكثر من 140 مركز تحويل. المبيعات نفسها بتاعت الغاز الطبيعي ابتدت تزيد. احنا في عدد عربيات دلوقتي بتشتغل بالغاز كوقود 538 ألف سيارة. طبعا احنا عارفين ان أهمية الغاز الطبيعي كمان برزت مؤخرا مع التحول للأخضر، وغاز الغاز الطبيعي هو وقود مثالي وبديل للوقود الأحفوري اللي هو البنزين والمازوت والسولار. وبالتالي احنا بنقول ان هو ده هيلعب دور أساسي في مرحلة الانتقالية اللي جاية في مستقبل الطاقة. فيما يتعلق بحضرتك بقى، بالإضافة طبعا لكونه صديق للبيئة وقليل الانبعاثات والآخر، احنا عاملين تيسيرات في قطاع البترول بالنسبة للسادة المواطنين عشان يقدروا ونحفزهم. في الآخر خالص دلوقتي احنا أطلقنا العروض الخاصة بالأنظمة بتاعت الشركتين بتوع قطاع البترول اللي هم موجودين. بالاضافه طبعا احنا في عندنا، عارفين احنا خمس شركات، في منهم شركات قطاع خاص وفي شركتين تابعين لقطاع البترول.